شار الزنديق حماد عجرت هذا اللقب له يعني، لأن فيها عربي مرة جاء عند أبو حماد وقام يسولف معه وقال حماد وينه ما شاء الله. حماد كان صغير وقتها، فقال أبوه شوف الله يلعب مع العيال الصغيرين كلهم هناك. وش اللي تفتح ما شاء الله، بس هو وش لابس يعني ما أشوفه. قال أبوه هنا في النقطة دي بالذات يعني هو مو بلابس شيء يعني، هو يحب يأخذ راحته. قال عربي والله يا المنظر يعني ما تشوف. قال لا والله عادي. حماد تعال سلم على عمك تعال. يجي حماد صغير ما عليه لبس، قال أوريك حركة. قال عربي لا توريني الله يصلحك، لا استر عمرك طفلكم ذا عجرد. عجرد معناها في اللغة عاري، أما أجرد أنا بحثت عن الأصل، أجرد معناها في اللغة الرجل اللي ما عنده شعر. أنا ما أدري، ما أحب أفتح الموضوع ذا كثير حق الرجل ما عنده شعر هذا لأنه يضايقني، بس عجرد معناها العاري. كبر حماد عجرد وصار فاسق، صاحب مجون، صاحب شرب، زنديق، جمع كل حثالة الدنيا جمعها فيه هو. فراحوا الناس البشر بن برد وعلموه والله. قال بشر بن برد في واحد يقذف الناس أفضل مني أنا. قالوا بي والله حماد أجرت الناس تقوله. قالوا أخبث مني أنا. قالوا أخبث منك يعني. قالوا أوصخ لسان. قالوا أوصخ لسان. قال لا تقولون بعد زنديق. قالوا ولا زنديق بعد. قال هذا بياخذ مكاني ذا. قال أنت ترى مو بفخر أنت شفيه. قال ها هذه تهمني. فبدأ الهجاء بينهم والكره، ويقول بشار نعم الفتى لو كان يعبد ربه ويقيم وقت صلاته حماد، أبيض من شرب المدامة وجهه وبياضه يوم الحساب سواد. ويرد عليه حماد يعني أحلى الأبيات اللي قال فيه حماد، يقول ما صور الله شبها له من كل ممن خلق فصور، أشبه بالخنزير وجها وبالكلب إعراقا ومكسرا، ما رأينا أحدا مثله أنجس وأطفس وأقذر، لو طلينا جلده عنبرا لنتنا من جلده العنبرا. يوم كذا القذف بينهم حماد عجرد ياخذ بشار بن برد يروح الإمام مسجد. قال حماد يا الإمام، بشار يقول في قصيدته ادعوا غيري إلى عبادة الاثنين فإني بواحد مشغول. يعني استغفر الله يعني ده زنديق يا الإمام. قال الإمام يعني كيف ما فهمت أنا. قال أنا قلت له اعبد الاثنين يعني آلهة الفرس، ويقول أنا بواحد مشغول استغفر الله يعني على كلامه ذات ربي يروح للنار والله. قال الإمام والله وصدق ظني إنه مو رايح للنار الحالة يعني، قمت وياه قموا يا زنادقة اثنين رايحين فيها، زنادق رايحين فيها مرة. في ذيك الفترة كان الخليفة هو أبو جعفر المنصور، وأبو جعفر المنصور كان يكره والي البصرة اللي محمد بن أبي العباس، فجمع اللي عنده وقال له الناس تحب محمد بن أبي العباس والي البصرة، فأبي الناس تكره، اجمعوا لي دشير الأرض سربيت الدنيا ذي كلها أجشر من خلق ربي، أبي الزنادق كلهم وخلهم أخويا رب أنه يتأثر فيهم ويكرهون الناس، تعرفون أحد؟ قال واحد في حماد عجرد في، خلني اروح اتاكد من حماد هو مسجون بروح اتاكد. قال بالله تاكد لي منه، ابي سكير نكير. قال هو حماد لا توصي عليه معروف، خلني اروح. وراح ذاك ابي اتاكد من حماد عجرد. فراح الرجال اللي ارسل الخليفه للحارس حق السجن، سلم على الحارس وقال طال عمرك من في الزنادقه هنا ملحدين سربيت يعني غير حماد عجرد؟ قال للحارس فيه والله فيه حماد عجرد وحماد بن يحيى وحكم الوادي كلهم اصلا في سجن واحد، كلهم مجمعين في سجن واحد. قال الرجال حلو طيب ممكن اشوفهم؟ قال تفضل تفضل. يفتح باب السجن للرجل يصلون. قال الرجال يصلون يا أخي مو بزنادقة حنو يا أخي قهري قهراء وين اللي ويتسمع الرجال اللي يقرونه مو بقرآن. فقال هم يقرون قرآن ولا مو وين وش اسمع؟ قال حماد عجرد هو الإمام. قال لا والله مو بقرآن هذه والله بيتين كتبتها أنا ورددها في الصلاة بدين. أي والله ما تستحون تقطعون صلاتنا. الرجال يطالع في الحارس قال عادني ثلاث دولي اللي أنا بيهم ما الخليفة يبيهم يا. أنتم كذا طلعهم. فجمعهم الخليفة وحطهم أخوي على محمد بن أبي العباس، ومحمد كان قوي مو بصاحي، كان يلوي العمود كذا لوي ثم ينطلع على أخته ريطة، وأخته ريطة تأخذ العمود وتلويه مرة ثانية ترجع وتنطلع على العائلة ذولي جبابر هو العمود. قال محمد ها حماد تلوي معنا مثل الرجيل. قال الرجال والله أختك ريطة طال عمرك لا ما. وكان الوالي ذا محمد بن أبي العباس يحب بنت عمه زينب، بس عايز يزوجونه لأنه وسخ، هو ابن الأجواد هو جابر وسخ، وكان يأكل التمر والدبس دائما الدبس على فمه فيسمونها أبو الدبس، فعايز يزوجونه. قال ما عليش والله. فراح الحماد وقال يا حماد تكفى اكتب قصيد في زينب تغزل فيها بلساني أنا. قال حماد ما في مشكلة بس عطني شعورك قل لي وش تبي. فمحمد ذاك كان يتكلم ودبس في وجه حماد ويتحمل حماد خلاص. قال محمد بن عباس ها وصلك شعوري؟ قال انا تذوقت شعورك انا مره ابشر القصيده ان شاء الله جاهز. فقال حماد يتغزل في زينب بلسان محمد بن ابي العباس يقول زينب مالي عنك من صبري وليس لي منك سوى الهجر، وجهك والله وان شفني احسن من شمس ومن بدري، ولو ابصر العادل منك الذي ابصرته اسرع بالعذر. وبدا يقول فيها ابيات وقصيد لائمي فيها وزينب انصف لا تلم وانطلق. فقال محمد بن عباس ترى قلت لك مره يعني انت اللي كنت حبيتها صدق انت.
قال لا والله طال عمرك بس علشانك انت وصيتني يعني انا خبل موصى يعني. فزعل محمد بن ابي سليمان اخو زينب فقال والله العظيم لا انفرد معه، توعدني انفرد معه بس ما يقدر يذبح محمد بن ابي عباس ذا حي، هذا قوي هذا وحاميه. فقال بيموت احتريه لين يموت، انا واذبح ذا حماد عجرد والله بيموت. فجاء يوم من الايام وتعب محمد بن ابي العباس ولي البصر هذا، فجابوا له الطبيب اسمه خصيب، وانا جمعتها كلها حطيتها الطبيب، فجابوا له الطبيب خصيب فقالوا يا خصيب عالجه، خصيب هذا نبي الاخلاق قمه يعني، فعالجه وشربه العلاج وجلس ينتظر قال ان شاء الله طيب. فقال مساعد الطبيب مساعد خصيب قال خلاص العلاجات ما عاد تبيها انثرها، كريش تنثرها ورني وش اللي عندك؟ ياخذ قال هذه قزازه العلاج مليانه. قالوا ايه مليانه؟ قال حلو اذا هذه مليانه انا وش شربته؟ انا وش شربتك الوالي؟ يعني انا والله يسك الشنطه يحطها. قال ان شاء الله انك طيب، ان شاء الله انك يعني طيب. قالوا هو لونه شاحب وش السالفه؟ قالوا طبيعي والله يوم يرتعد هذه طبيعي، ان شاء الله ما نجيكم في مكروه. يسك شنطته ويا طيب. مات محمد بن ابي عباس، طلع خصيب معطيه علاج غلط، يمسكون خصيب يحطونه في السجن. قال انا معليش انا اخطيت في التركيبه. قالوا ما في مشكله ركب انت في السجن على راحتك لين تتقنها وتطلع ان شاء الله. مات خصيب في السجن، ويقول ابن قنبر يقول ولقد قلت لأهلي إذا أتوني بخصيبي ليس والله خصيب للذي بي بطبيبي. جنى عليه فنشب الحين حماد عجرد وبدأ يعتذر من سليمان، يا سليمان الرجال قال والله أني لأنفق منه. أنا ما خذت على نفسي ما أقول كلام وسخ. أي والله. فكان حماد عجرد يفهم سليمان، يقول يا سليمان قسم بالله هو اللي غصبني يتغسل في زينب. قال سليمان والله لا أنت ردمك. قال يا سليمان قسم ترى اختك حتى زينب والله ما هي بحلوه، قسم بالله ما طقها الزين والله، ترى كني اتغزل في بشاره ترى تشبه بشاره هي. قال والله لا انثر دمك. يا ليل يعني شاب حماد عجرد يروح يستجير بالناس ولا يجيرونه لين وصل عند قبر ابو سليمان. فقال لي فضي وصل عند القبر قال حري بمن استجار بذاك القبر ان يامن الردى والعثار، فلم اجد لي من العباد مجير فاستجرت التراب والاحجار. قال سليمان انت رايح قبر ابوي تبي تستجير بتراب واحجار؟ والله لا انثر دمك على التراب والاحجار هذه والله لا مفروض. فاجاره جعفر منصور قال انا جيرك. قال حماد انا اضمنها من عندك. قال ايه جيرك. قال حلو. يرجع حماد يسب القبر، يسب ابوه اللي في القبر. فقال كنت عند استجارتي بابي ايوب ابغي ضلالا وخساره، لم يجرني ولم اجد فيه حظا، اضرم الله ذاك القبر نارا. الله يحرق ابوك في قبره وانت معه يعني كلكم. قال سليمان خلاص هذا خربها مرة. فنادى سليمان قاتل عنده ماجور ياخذ فلوس. فقال اسمع ابيك تروح تذبح حماد عجرد. بكم تذبح؟ قال والله يعني على حسب الموسم هي. قال 50,000. قال ذاك تم خلاص. قالوا في المدينة فلانية. قال ماجور لا برا الديرة هذه في انتداب والله اخذ عليها زيادة. قال 100,000. قال خلاص 100,000 100,000. وياخذ القاتل ماجور الفلوس ويروح يذبح حماد عجرد. وصل القاتل الماجور شاف الناس واجد ولا يدري وين حماد عجرد. فكان الناس رايحين للمسجد يصلون اذان العشاء. فقال القاتل الماجور الحمد لله الناس لحد الحين كل مد راح المساجد الحمد لله وشكرك يا رب. قال واحد ايه يا اخي دائما اقولهم بس ما يفهمون برضه. قال القاتل حماد قال الله الله قال انا بجيبك صلح فخ للزديق يا مرحبا. فراح وجلس جنب حماد وحط الخنجر على الارض. قال حماد ليه الخنجر هذه؟ قال ايه هذه يعني هذه بس لو تخليها في بطنك لين الله يطعنه. قال خلها في بطنك بس انا بيرجعون ان شاء الله بيطلعون هالناس منك ان شاء الله. يلا نستاذن يروح والخنجر في بطن حماد. هم يلحقون الناس ويحاولون يعالجون حماد وراح القاتل ماجور. فسنى بشار بن برد ان حماد عجرد خلاص يحتضر على ايام الخيره. فقال لو عاش حماد لهون به ولكنه صار الى النار هجاه بفراشه ذاك يموت. فراحوا الناس يتناقلون يلحقوا على حماد قبل يموت علموه يروحون خبيثين يروحون قالوا ترى بشار هجاك. فعلموه هو يكتب قال هاتوا لوح بسرعه هاتوا لوح. قالوا وش بتكتب؟ قال بسرعه هاتوا لوح ما معنا وقت خلنا نرد على قبل موت. فقال نبئت بشارا نعاني للموت باراني الخالق الباري. قالوا انت عرفت الخالق الباري الحين؟ قال انا اكتب ولا موت ولا اخلص. قالوا لا خلاص بنكتب يا عمر. وقال يا ليتني مت ولم اهجه نعم وان صرت الى النار واي خزي هو اعظم. يا الغالي عجرد بموت ما هو وقتك والله. فقال يا ليتني مت ولم أهجه نعم وإن صرت إلى النار وأي خزي هو أخزى أن يقال لي يا ساب بشاري. يعني أكبر إهانة هل أصلا أنهم يقولون أنت اللي سبيت بشار يعني أنت أحقر من يسبك. فروح الناس يعدون بسرعة بشار بشار قال في كذا وهو بيجي بيكتب الواحد جاي قال مات مات وقف وقف بس خلاص انتهى الوقت والله مات. كان على آخر حرفين قالها هي هذه انتهينا. دفنوا حماد عجرد وبعدها فترة قتل الخليفة المهدي بشار بن برد ودفنوه بجنب حماد عجرد.
فمرهم الشاعر الباهلي أبو هاشم فقال: قد تبع الأعمى قفع جرد، فأصبح جارين في داري. فقالت بقاع الأرض: لا مرحبا بقرب حمادة وبشاري، قد تجاورا بعد تنائيهما ما أبغض الجار إلى جاري، وأصبح في يدي مالك في النار والكافر في النار. هجاهم الاثنين أم في قبورهم. كانت هذه أخوان قصة حماد عجرد، أنا حاولت أختصرها لكم، بريكم المصادر إن شاء الله. مصادر سوالفنا يا أخوان من مجلد الأغاني الجزء 14، تلقونه طال عمرك في آخر الأبيات، في هذه في آخر الأبيات سلامات، قصدي في آخر الكتاب. حماد عجرد موجودة هنا دائم الأبيات حتى اللي أنا ما ذكرتها، وموجود بعد طال عمرك في شعراء قتلهم شعرهم، بس إن كاتبها تقريبا في 4 صفحات يعني، بس حاجة بسيطة في الموضوع. وهنا كل الأبيات والهجاء اللي صار بينه وبين بشار بن برد، هذه كلها موجود هنا. نقطة مهمة بخصوص موضوع الهجاء، لا ترسلي على الخاص الهجاء ومسوي إنك جبته من ورا خشمي اللي هنت تشفر، لا الغالي يعني ما تحداك أنا في صفك يعني، بس أنا شفر لأن أول شيء إحنا ما نفس استراحة الله يحييك يعني، في أهلي وهالكتاب عون ما تصلح. علمهم أذرونا الإطالة، أذرونا القصور، وتشرفنا. مش تشرفنا فيكم، أنا ما حد أعرف سولف والله. شوفكم على خير، الله يسعدكم.